سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم واحد البريوش زوينه بزاف. انا راني صورتها وساليتها، عاد درت لكم دابا المقدمه، بغيتكم تشوفوها في الاول. نوريها لكم. هاي عرفتوا هاد البريوش؟ تجي واعره بزاف. شوفوا شوفوا هانتوما شيشه، وتجي فنه. شوف كي دايره من التحت، بحال هكا تجي. هاد الموصل هذا راه كنتقطع صو، دابا تشوفوه في الفيديو. عرفتوا هاد البريوش؟ لي زانغغيديون ديالها بساطين، والطريقه ديال الخدمه ديالها سهله بزاف، ومهم غتعجبكم بزاف. كنتو سولتوني في الفيديو اللي فات على داك الزيت اللي درتو مع داك البابونج ومع داك القرنفل وداكشي اللي تناخذو. هذاك الزيت راه حطيت لكم النمره من تناخذو في صندوق الوصف ديال الفيديو اللي فات. وبالنسبه لهذيك الخدمه اللي كنت قلت للبنات، ديك الخدمه راه البنات يصيفطوا للسيده، قالتها ليا هذيك الخدمه غير البنات اللي كاينين في اوروبا، ما يمكنش البنات يخدموا فيها في المغرب. يلا دابا كاينه دراسه كيف ما قلت لكم باش تدخل هذيك لا سوسيتي المغرب. هي راه من بين الشركات الكبار اللي كاينين في اوروبا، اللي المديره ديالهم سميتها كوثر معاويه. هي راه مغربيه وسيده بعقلها، والبنات يخدموا بها يبداو من 100، ماشي من 100 دولار ولا من 50 دولار، من 500 دولار وهما طالعين للفوق. والاختصاص ديالها هي لي برودوي كوزميتيك البيو. الصراحه شركه عندها قيمتها تما، وبغيت البنات اللي عندي يدخلوا عندها. والسيده ثقه بزاف بزاف، وانا ضامنها لكم حقاش نعرفها، ماشي تنعرفها كيفاش دايره، ماشي عن قرب معارفين، ولكن انا تنعرف السيده بعقلها، ماشي شي وحده بروشه ولا شي حاجه ولا شي حاجه يلاه باديه. لحقاش لا سوسيتي اللي انا للسيده هذه كوثر شاداها، اللي هي الاساسه طالعه في 5 سنين. المهم هادشي اللي نقدر نقول لكم، حتى النمره ديالها غادي نحطها لكم في هذا الفيديو هذا في صندوق الوصف. ودابا نبداو ان شاء الله الفيديو ديالنا، غيعجبكم بزاف. يا البنات دابا غادي نشارك معكم واحد البريوش تتجي خطيره بزاف وتتجي ساهله، واخا تكوني عمرك ما دخلتي الكوزينه تتبعي هاد لي ديتاي هادو اللي غادي نعطيك، غادي تحمقك وتشرفك في اي مناسبه. واحد البنه بحال ما تلقاياش في لي باتيسخي، الا شي باتيسخي كبير تيخدم بلي كاليتي واعرين، وحنا غادي نخدمو دابا بمكونات بسيط ويصدقوا واعرين. بالنسبه للمقادير شنو درت؟ درت بياض ديال البيضه، نص كاس ديال الزيت، تقريبا 3 المعالق كبار ديال السنيده، كاس الحليب يكون كبير دافي، وهنا درت فانيا، وهنا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، ورشه ديال الملحه. هادو المكونات تلقاهم بالديتاي في صندوق الوصف. صافي دابا غادي نحرك هادشي كامل غير بيدي. كانت عندكم هذاك الطراب ديال اليداوي ديروه، انا حركته غير بيدي وصافي. بالنسبه للدقيق انا غادي نستعمل دقيق الابيض الفورس، غادي ندير 4 الكيسان. العبار اللي خديت ولا ديال الزيت لا ديال الحليب لا ديال حتى شي حاجه، تخدم كيسان العنبه. ما كانش عندك كاس العنبه، الكاس اللي غادي تخدمي به ولا تاخدي به العبار لكل شيء، لا للطحين للسوائل ديالك. انا هنايا جمعت هاد العجينه غير بسباتيول بحال هكا. غنقول لكم واحد الحاجه، غنضرب لها بعدا واحد الدلكه ديال شي 3 دقائق بيدي. واحد الحاجه، الا شتي راسك عجنتي العجينه وباقا لك قاصحه، زيد نص كاس ديال الماء دافي ودخليه في العجينه حتى تولي القوام ديالها بحال هكا. اهم حاجه العجينه ما تجيكش قاصحه، والعجينه ضروري تبقى تلصق في اليد. انا هنايا راه كانت تلصق ليا، غير دهنت يدي بشويه ديال الزيت ودرت ليها من الفوق بحال هكا باش ما بقاش تلصق. لاحظتوا تلقاو الزيت كاين في ديك بحال القصعه الكحله اللي كنت ندير فيها، شاد فوق مثلا تشوف العجينه تصفرح عند هذاك هو النهار الكبير، تجلس في بلاصتها وتبغيني نعطيها حقها ديال العجينه تلعب بها. المهم شوفوا دابا هنايا انا درت ليها السلوفان، وغادي نغطيها، غادي نخليها تضاعف الحجم ديالها ونرجعوا ليها. Thank you.
انا دابا تقريبا دازت شي ساعه الا ربع. المهم العجينه تخليوها من منين غتبدا حتى ديك الساعه الا ربع حتى الساعه باش تخمر مزيان مزيان. هنا خرجت ليها الهواء ديالها وضروري تنتعاون بشويه ديال الزيت في يدي تنديروا اول حاجه طاولات خدمي فيها دهنيها مزيان. لكن تتلصق لك ديري ورق ديال الطبخ هذاك الورق راكم عارفين ورق الفرن ضروري دهني ديك لحقاش العجينه مرخوفه بزاف بزاف وكيما شفتوها مطاوعه معاك. شوفوا العجينه شحال فنه عجينه تتحمق وناجحه مليار في المية احسن بريوش. وشوفوا هاد العجينه تنعطيكم دابا ما تقدروش تعتمدوها زعما غير في هاد البريوش هادي ولا في هاد الوصفه. تقدروا تعتمدوا العجينه بزاف ديال الحوايج لا بزاف ديال الحوايج كما تشوفوني كنت هزيت معلقه قديت لها الجناب ديالها باش نصاوب ليها الشكل ديالها. ودابا نشد صباعي ونبقى ندير لها دوارات تقريبا غادي دير لها ثلاثه ديال الدائرات في الجنب والوسط والوسط صافي وتقاديهم مزيان. هنايا عندي صفر ديال البيض اللي عزلته في الاول عقلتو لا خدمنا هاد العجينه غير بالبيض ديال البيض وصفرت البيض عزلناه. هذاك الصفر ديال البيض اللي عزلته زدت فيه شويه ديال الحليب وزدت فيه الفاني تيطلق واحد البنه فنه وما كاينش غرام ديال الزفوريه ما تخافوش نهائيا من هاد القضيه. هنايا دابا غادي نخليوها واحد الخمسه دقائق على ما نوجدوا هاد لاكريم باتيسيير. ديجا لاكريم باتيسيير تتوجد غير في ثلاثه دقائق ما تتشش الوقت بزاف. درت جوج كيسان د الحليب درت ثلاثه المعالق ديال السنيده وهنايا غادي ندير ثلاثه المعالق ديال كريم باتيسيير هادي هي اللي تندير وشويه ديال الفاني وغادي نحرك مزيان دابا. ومن بعد غادي نديرها البوطه مع التحريك المستمر نبقى نحرك فيها لحقاش هي دغيا صافي تتعقد بهذا الشكل. انا نتفقص بزاف وتعصبت حطت ليا تنصاوبها قدامكم وانا كانت الكاميرا معاس محبوسه. المهم هاد الطريقه كتشدي البوش ديالك تكون في ديك لاكريم باتيسيير وتتبقاي ديري في هذوك اللعيبات اللي دوزتي فيهم صباعك تيكونوا بحال محفورين تدوزي فيهم هذوك هاد لاكريم باتيسيير وصافي. هادشي اللي كي عرفتو فاش عرفت بالله اللقطه ما كانتش مصوره ليا عاتو الصراحه حسيت بالفقصه بقلبي وما عنديش كي ندير نرجعها. المهم تنتمنى نكون شرحتها لكم مزيان وخا ما شفتونيش نديرها قدامكم. دابا الفران ديجا يكون سخون فاش كنتي تبديتي تتشكلي الفطيره ديالك ولا البريوش ديالك. دابا ندخلو الفران من التحت شاعل على درجه الحراره ديال 180 تقريبا من 15 دقيقه حتى 20 دقيقه تحمر من التحت وديجا تبدا تحمر لك من الفوق. ولا ما حمرتش لك من الفوق شعلي عليها من الفوق. البنات انا دابا خرجت البريوش ديالي ما نقولش لكم كيفاش تجي تجي تتحمق. شوفوا تتخشي صبعك سيطلع معاك عرفت واعره وعلى ريحه في الدار ديال لي باتيسخي تتحمق. وحتى البنات اللي ما تياكلوش هاد لاكريم باتيسيير راه البنه ديالها ما تتبقاش تولي فيها واحد البنه فنه ماشي بحال دوك لي كريم باتيسيير تتعرفوهم تيجيو ملصين وداك الشيء ما كايناش هاد الهضره في مره. هنا عندي الناباج هاد الناباج اللي درتو هو هاد النوع هذا هو اللي تنخدم وتيخدم لك بزاف. تبقاي حاطاه في الثلاجه فوق ما احتاجيتي جوج معالق تدو بيهم وتديري بيهم. لا ما كانش ناباج تديري العسل لا ما عندكش العسل تديري كونفيتور ديال المشماش. هنايا عندي لوز ايفيلي محمره واحد شويه فوق المقله تتحمر. لا ما كانش عندك لوز ايفيلي تديري لوز مهرمش. لا ما كانش عندك اللوز مهرمش تديري كاوكاو مهرمش. لا ما كانش عندك كاوكاو مهرمش تديري الكوكا. انا اختي هو جدي عليك عطيتك كلشي تقدري ديريه غير ما بغيتيش ديريها ناجحه مليار في المية. نتمنى الى جربتوها تشاركوها معايا في الانستغرام ديالي حيت غتحمر لكم الوجه لا في الشكل لا في المذاق لا في الريحه وتبقى حتى لغدا حتى بعد غدا واعره بزاف وخطيره. انا فرحانه حقا شاركت معكم هذا البريوش. البنات انا دابا ساليت عرفت شي حاجه تتحمق حسيت بالفرحه في قلبي كنت غادي نهزها بهادي وانا بغيت هادي تسع نهزها بهادي ما تنساش الزبده ديال البلاستيك. غنقطعها قدامكم باش تشوفوها كيفاش تجي راه تجي فنه. وحتى الناس اللي ما عندهمش مع ديك لاكريم باتيسيير حتى انا راه ما عنديش معاها ولكن راه هادي جربوها غتاكلوها راه تجي واعره بزاف. اش هاد وي 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 عطيتك شي تقطع خطير غادي هادشي مفشفش بصح قطع مرسو غير صغير. شوفوا هادي ناير حسيت شنو راه ما يمكنش امبوسيبل بابا دابا غيقوليش ليا امبوسي عرفتي شحال رطبة من احسن من انجح العجينات اللي تقدرو تكونو تجربوهم. جربيها وجهك حمر. شوفي 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 يعني شوف 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 كي مقطنة
ناجحه مليار في المية فن بزاف. كان ندير ناكل هادشي ريحتي فرشيطه فرشيطه شاد والله ما ناكل هذا دابا حتى ندير قهوه. تسنى ندير واحد القهوه دغيا شريت واحد العصاره جديده هاي يا حاسه دابا بغيت ندوقها ولكن تسهيت ندوقها كامله ندير معها واحد القهوه. هذه شريتها يلا هاد السيماره عشان كتب على الناس في الانستغرام وقلت لهم حتى ملي شريتها وكلشي دغيا غادي تخرج ليا القهوه. بدات تخرج القهوه دابا هي بدات تنقط فن ما كانش دقيقه تصب على الصرف يا سبن زوين هي تيجي مع هذا الكاس. هذا تبغي مثلا ديري في الصباح كافيه كريم ولا شي حاجه زوين تيشد هذا الكاس السخونيه وما فايتاش 200 درهم. راه كنت شاركت مع البنات ديال الانستغرام منين خديتها صافي خلاص يا عمر الكاس بما نزرب ما وصلش 200 درهم. لا فن على ريحه طالعه تتحب فراشكم جاتني الفرحه. انا الماكله تفرحني الماكله كانت زوينه سيرتو كي تصاوب انا تنجح ليا تفرحني صافي بركه هاي القهوه ديالي دوقه. المهم دابا وصلنا للمرحله ديال التذوق انا متاكده زوينه صراحه بسم الله. شوفوا من التحت التجهيبه ديالها من التحت زوينه بزاف. شوفوا اللي جرباتها غنطاقيها ومن فوق هادشي كامل غنحطها في لاون في لاون في الانستغرام. عرفتوا واعره واعره بزاف هادي جربوها نتوما بعينكم سدودين ولكن تبعوا لي زيطات اللي عطيتكم. شوفوا عرفتوا شوفوا كيفاش دايره العضه ديالها والهشه ديالها زوينه بزاف بزاف. هاي تصيفطوها لولادكم في الكوتي ولا مثلا ديروا في الطروبيها ولا الكوتي في العشيه فاش يجي واعره بزاف. المهم انا هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم. نخليكم تلقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد وشي وصفه جديده. المهم عارف الفيديو ديالي شنو غادي يكتب وصافي نتسنى الوصفه ديالي هذه صيفطوا لي في الانستغرام. وشكرا للبنات اللي صيفطوا لي هذوك الشهاده اللي صاوبت وداك الوصفات ديالي وتي صيفطوا لي في انستغرام تنفرح بزاف. نخليكم دابا باي باي بسلام.